اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج سوبر تشايلد. جينا لكم باطفال جديده ومواهب جديده، يلا نروح نستضيفهم ونتكلم معاهم. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اسمك ايه؟ اسماء. كم سنه يا اسماء؟ 10 سنين. 10 سنين. موهبتك ايه يا اسماء؟ السباحه والتمثيل. السباحه؟ بتتمرني سباحه؟ واخده فيها بطولات؟ واخده ايه؟ المراعي مركز ثالث. المراعي بطولة المراعي مركز ثالث. تمام. طيب احنا معانا مفروض صوره ليكي في البطوله صح؟ هيجيبوها دلوقتي نشوفها. قولي لي بقى، بتحبي السباحه؟ قوي. اتمرني عليها من وانتي كام سنه؟ من وانا 4 سنين. من وانتي 4 سنين، برافو عليكي، وشاطره فيها بقى و... تمام. حابه ان انتي تكملي فيها؟ هي دي صورتك؟ صح كده؟ ايوه. كنا في البطوله؟ كنا في الاستاد. بعد ما خدنا الميدالية. برافو عليكي. طيب موهبتك ايه بقى؟ بتحبي ايه، غنى ولا تمثيل؟ تمثيل. بتحبي قوي؟ قوي. طيب قولي لي، بتتمرني في البيت ازاي؟ انت بتتمرني اصلا في حته بره ولا انت اصلا مع نفسك كده في البيت؟ مع نفسي في البيت، يعني بشوف مشاهد واقعد امثلها لوحدي كده. برافو عليكي، بتلقطي مشاهد وتحفظيها من اللي بقى وشيهان لالا لاند. طيب حافظه حاجه توريها لنا؟ اغنيه في لالا لاند. في لالا لاند. طيب ماشي يلا. كان يا ما كان من كام يوم فات، في جزيره من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان، بتفرج بقى كده على الحوارات، اللي الف وما بيخربش، واللي عليه واللي جميل عايز يستكشف، واللي مخبي وراه اسرار، اللي مهما لين في بنوك، واللي ذكيه ذكاء كفار، واللي دماغها دي في لا 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 عقلها كان في دماغها وطار. وفي يوم نحس واخسس فخس واخس على الحظ واخسين، خبط ودب وهوب في ثانيه ايه طياره نسليت نصين. وفي يوم نحس واخسس فخس واخس على الحظ واخسين، خبط ودب وهوب في ثانيه ايه طياره نسليت نصين. هيعيشوا بقى مع بعض شويه مش بمزاجهم مضطر، في جزيره ما فيها صريخ ابن يومين. توم تك توم توم تك لا لا لا، توم تك توم توم تك لا لا لا. خلاص خلصتي؟ خلصت كده؟ طيب قولي لي، نفسك تطلعي بقى لما تكبري؟ اما اكبر هو حاجتين، ابقى بطله العالم في الجمهوريه، وممثله كبيره. ممثله كبيره ان شاء الله باذن الله يا اسماء بالنجاح ان شاء الله. وانتي طبعا لو انتي شايفه ان التمثيل ده موهبه عندك وحابه ان انت تنميها وعايزه تطلعي ممثله كبيره، يبقى لازم ان احنا نهتم بالموهبه دي قوي، عشان كل ما بنتعلم فيها اكتر كل ما بنبقى ايه مستوانا احسن. صح صح صح. اسمك ايه؟ ريتاج. ريتاج. كم سنه يا ريتاج؟ 9. 9 سنين. قولي لي يا ريتاج، موهبتك ايه بقى؟ التمثيل والغنى الاثنين. برافو عليك. تعرفي تغني؟ حافظه حاجه؟ طب سمعينا بقى. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه، ولا دقش الحلويات، حلوه الايام في عينيا علشان خلفت ابنيه، ولا شفت الارض اتهدت ولا بنيت الحيطه عليا، سقفوا ورقصوا يا ولاد، الفرح ملوش في معاه، ضحكتها لما اتولدت بتفكر في العيال. برافو عليكي، صوتك حلو، بس طبعا انت المفروض تتمرني عليه. صح؟ بتتمرني في حاجه ولا انت بتغني كده مع نفسك؟ لا انا حافظاها من كتر حبي ليها. حافظاها من كتر حبك ليها. حافظه حاجه تانية؟ قصيده. قصيده. طب قوليها لنا. في كل صباح تسبق للتين الناضج عصفورة، فظللت دقائق منتظرا تلك الظالمة المغرورة، أتخفى كي لا تلمحني فتطير بعيدا مزعورة، جاءت لا تخلف موعدها
تأكل في الطينة مسرورة. ناديت على من تسرقني، قالت سامحني معذورة، ما جئت لروضك مفسدة وأنا من وصفك مقهورة. آخذ ما يحمله منقاري لصغار ليست بصبورة، أطعمهم صبحا ومساء والزوج بساق مكسورة، بعود بستانك شدوا أرسم بهجته وسرورة. كلمات هزت وجداني فرطت بعين مبهورة، أعطيك الروض بما فيه وقصيدة حب منشورة. نظرت وابتسمت وانطلقت ناحية الصحب المنصورة، شكرتني لكن قد رفضت أن نأخذ للذكرى صورة. برافو عليك يا ريتاج. قولي لي حفظتيها فين بقى القصيدة دي؟ ديت من المدرسة. من المدرسة؟ جميلة، حفظوها لك في المدرسة وانتي خدتيها في البيت وحفظتيها، مامي ساعدتك فيها ولا حفظتيها لوحدك؟ لا ماما ساعدتني برضو. برضو ماما لازم تساعدنا طبعا، صح؟ برافو عليكم. قولي لي يا ريتاج بقى ما سألتكيش، نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتورة، ممثلة او مغنية؟ لا اختاري حاجة من الاتنين، ممثلة ولا مغنية؟ ممثلة. ممثلة. ان شاء الله يا حبيبتي بالنجاح. وانا شايفه عندكم موهبه، بس طبعا عايزه تتنمى وعايزين ان احنا نهتم بيها عشان الموهبه دي تكبر وتبقى حاجه كويسه، صح؟ ان شاء الله. نروح فاصل ونرجع لكم مع بقيه اطفالنا.